السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق قناة طارق جيمنج ستريم. اليوم إن شاء الله راح نحكي لكم عن بلاك أوبس 3. راح نلعب في سلاح الميلي ونحاول نجيب سيربرس إن شاء الله. هذا اللي حكى لي هاي الشغلة، نحاول نجيبها هو عبود عبدالله برهم. على كل حال بدنا نحاول نجيب في الميلي في سلاح السلاح الميلي 6 7 9 كيل وبدون ما نموت، اللي هي عشان ايه شو هذا. بدنا نحاول نجيب، لازم نحاول نجيب السيربرس. طبعا على كل حال اذا ما قدرنا نعمل هذا الفيديو ونجيب السيربرس راح اعمل بارت 2 من الفيديو عشان نحاول نجيبه. على كل حال ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وتكتبوا لي في الكومنت ايش بتحبوا اعملكم المره الجاي. شكرا. خلينا هلا نحاول ونجد. اوه هنا في كتير ناس. يا الله شو هاد؟ لازم نحاول نجيبهم، لازم هذا اشي ضروري جدا. نحاول نرمي سموك سموك. طلع هذا بحاول يقلد ويجيب لي طبعا لازم نجيب السيربرس. احنا زي ما حكيت لكم انه اذا ما قدرنا نجيبه هاي المرة حنجيبه في المرة الجاي. طبعا اكتبوا لي في الكومنت ايش بتحبوا وما تنسوا لانه هذا اشي ضروري. زي ما هلا عبدالله برهم حكالي انه نعمل في هاي المرة. الكل هلا صار ماسك الرايس فايترز كانه هاي مين بصبو اي مزنخهم هذول. والله فكرت حالي جبتهم كولاترال في شو اسمه البراست فايتر. والله رعبت. في واحد هون. طبعا اكتبوا لي في لا يا الله يا الله يا الله شو هاد. اكتبوا لي في الكومنت ما تنسوا ايه شو هاد الحظ. انا اتوقع اني مش راح اقدر اجيب الكلز منيحة. لهلا جايب 4 كلز. بالله عليك بدنا نحاول نجيب 9 كلز. وياهم زي ما انتم شايفين جبت البوليسا بوليسا اتوقع او بوليكا ما بعرف بوليكا كامو. ليش هيك ما طلت انا؟ كبست ستارت خطا. راح نعمل جزء ثاني هلا اكيد عشان انا هلا مش مظبط في ال... اوه
روح روح هاي الهلو ثلاث يلا منيح منيح ضاينا ستة ضاينا ستة مش مشكلة يلا جايبين منيح جايبين خلينا نمنا يما روح روح يلا يا رب يا رب يا رب يا رب طيلي ثلاثة كيل تقريبا او تقريبا اربعة كيل تقريبا يا رب اجيبهم بنحاول نجيبهم خلينا نفلهم من ورا منلحق ولا لا منلحق ولا لا يا رب اجيبهم كل حال هي واحد اوف واحد لا يا الله لا يا حرام يا الله كثير نفسيتي نفسي اعضل خلاص مش ضابطه معنا هاي المره كل حال ما تنسوا تعملوا لي شكرا للمتابعه ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب ان شاء الله يعجبكم الفيديو راح اعمل عليه بارت 2 ويلا مع السلامه